11 علامة مهمة تدل على أنك جاهز لتصبح أماً أو أباً. يعتبر قرار إنجاب طفل خطوة كبيرة لكل زوجين. عندما نرى أولاد أصدقائنا الظرفاء أو نلعب مع أبناء الأخ أو الأخت، قد يبدو لنا أن إنجاب طفل متسم بالمرح والكثير من الألعاب، ولكن حسناً ثق بي، هناك جانب آخر من حياة الوالدين لا يراه أحد. هل أنت متأكد من أنك جاهز للتغلب على جميع الصعوبات التي ستعترضك؟ نحن واثقون بأنك لا تستطيع التنبؤ بكل شيء، لكن هناك مجموعة من العلامات الدالة على ما إذا كنت مستعداً أم لا للقيام بهذا الدور الذي سيغير حياتك. بالنسبة لي كانت العلامة باختبار تبديل الحفاض الكريء، لكنني فشلت في ذلك. لنبدأ بالعد التنازلي من رقم 11. 11. إنجاب طفل هو قرار مشترك. الصدق والاحترام المتبادلين هما أساس كل علاقة سليمة. لا يمكنك ببساطة تجاهل رغبات شريكك. أنت لست مجرد منتج لمواد حيوية، كما أنك أنت لست مجرد حاضنة. لذا ولتجنب أي صراع في المستقبل أو سوء تفاهم، عليكما مناقشة قضايا الطفل مسبقا. تأكدي من أن شريكك جاهز ويتفهم بالكامل جميع المسؤوليات التي ستكون على عاتقه عندما يصبح أبا. عليكما أنتما الاثنان أن تكونا مثقفين فيما يتعلق بالأطفال وتكوين أسرة. 10. لن يحل الطفل مشاكل الأسرة. يمكن للأطفال أحيانا ترميم الشروخ الزوجية عن طريق جذب انتباه الوالدين نحوهم بالكامل، وبذلك جعلهما يتناسيان مشاكلهما، ولكن ما يحدث في الحقيقة هو العكس تماما، لأن التغيرات والمشاكل التي تحصل بعد ولادة الطفل قد تجعل الزواج أسوأ. عليك أن تدرك أن إنجاب الطفل ليس بجواب سحري لكل مشاكل العلاقات العاطفية، إن مهمتك هي العمل على حل خلافاتكما. إن طفلك لن يخلق السلام، ولكنه يستحق بالتأكيد أن يولد في أسرة سعيدة. 9. إنه طفل وليس نموذجا مثاليا. قد تكون لديك بعض الأحلام حول مظهر وموهبة طفلك المستقبلية، ولكن يجب أن تفهم أن طفلك الذي لم يولد بعد قد لا يأتي وفقا لمعاييرك. يخطئ الكثير من الآباء بدفع أطفالهم لفعل أشياء لا يحبذونها، أو بإلقاء اللوم عليهم بسبب أمور خارجة عن إرادتهم. عليك أن تحب طفلك وتتقبله كما هو. 8. كن واقعيا بشأن قدراتك. من الشبه المستحيل أن تكون أبا أو أما مرتاح البال تماما، ثق بي، لكن لا تشعر بالإحباط قبل حتى أن تبدأ التجربة. اخلع نظاراتك الوردية وحاول أن تتعامل مع عيوبك الصغيرة، وكن جاهزا للعمل على أخطائك. سيأخذ الاهتمام بطفلك الكثير من وقتك، وسترتكب حماقات كغيرك من الناس، لكن الأمر يستحق ذلك، خصوصا في الأعياد عندما تتمكن من سرقة بعض الحلوى التي جمعها. 7. لا تغير حياتك حسب معايير شخص ما. يعج الإنترنت بأوصاف تعبر عن معايير الحياة الصحيحة. متى عليك إنجاب طفل؟ ماذا تعني الأسرة الكاملة؟ كفاك من ذلك. لا أحد يستطيع أن يقول لك متى ستأتي اللحظة المناسبة. ستشعر بها بنفسك. إنك أنت من تعيش حياتك وليس أحد غيرك. لذا لا تتسرع لتصبح أبا أو أما، بل انتظر فقط حتى تحس بالإثارة والحماس للقيام بهذه الخطوة في حياتك. 6. قم بتقييم المشاكل المستقبلية المحتملة بشكل صحيح. يتوقع بعض الأزواج أن إنجاب طفل هو عملية مثيرة بكل مراحلها. ستحصل بالفعل على الكثير من المرح، لا شك في ذلك، ولكنها مغامرة مصحوبة أيضا بالمشاكل والقلق، ويمكننا تخيل وقعها على حالة الوالدين النفسية. لا تنسى أن إنجاب طفل ليس بالأمر سهل. سيمر عليك العديد من الليالي التي لن تستطيع فيها النوم، خصوصا في المراحل المبكرة. لذا عليك أن تكون مستعدا وجاهزا لهذا. 5. يأتي الأطفال وفي جعبتهم العديد من المشاعر. جميع الأطفال محترفون في خلق التوازن بين اللطافة والعواطف الخامة. عندما تصبح حياة الوالدين السعيدين كلها لطافة وسلاسة، يحين الوقت لإطفاء بعض الحيوية والإثارة. لذا وقبل أن تدرك ذلك، ستجد ملاكك الجميل يكتشف العالم برقة الوحش. اهدأ وتقبل الواقع، وضع جانبا كل الأشياء الثمينة والتذكارية التي يسهل كسرها. 4.
الحمل ليس مرادفا لكلمة كابوس. لست مضطرة للقفز بالمظلة للتغلب على خوفك من المرتفعات. حسنا، لقد فعلت ذلك، لكن هذا مختلف تماما. في العموم تنطبق هذه القاعدة على الحمل أيضا. يمكن تقليل بعض المخاوف مسبقا. تحدثي إلى أصدقائك الذين رزقوا بأطفال قبلك. ابحثي على الإنترنت لتكتشفي معلومات عما يمكن أن يجعل الحمل أسهل وأكثر راحة. ليس الأمر صعبا كما يبدو، خصوصا عندما تكونين جاهزة ومستعدة. 3. انتبه جيدا للتخطيط المالي. بعد ولادة الطفل قد تتجاوز نفقاتك دخلك بسرعة البرق. مع ذلك فإن كمية معتدلة من المدخرات يمكنها إنقاذ الوضع. يحتاج طفلك المستقبلي الطعام والرعاية الجيدة. حاول كتابة قائمة بالأشياء التي ستحتاج إلى إنفاق المال عليها عندما تصبح أبا، ثم ألقي نظرة موضوعية على دخلك وابحث عن طريقة لتحسينه إذا لزم الأمر. لا تقلق، لكل مشكلة حلها، ضع الأمور فقط في نصابها الصحيح. 2. أنت على أتم الاستعداد لتكبر كأب أو أم. طفلك هو عبارة عن آلية معقدة، يمكنه أن يبدأ في البكاء في أي لحظة، ولا تعرف طريقة لإسكاته على الفور. عليك التصرف بنفسك للتعامل مع هذا الموقف. تذكر جيدا، الأشهر الأولى هي لاكتشاف طفلك، كما أنه يتعرف هو عليك أيضا. هذا الوقت لن يعود أبدا، لذا بالرغم من كل الصعوبات استمتع به قدر المستطاع. يكبر الأطفال بأسرع مما تظن. 1. إن قرار أن تصبح أبا أو أما مدروس وليس مفروض. لقد سمعنا جميعا تلك القصص المخيفة حول أن تكبر في السن بدون أن يكون لديك من يجلب لك كأس الماء أو زوجا من الجوارب. حسنا، تبدو الجوارب لذيذة مع كأس الماء. عموما، إنجاب طفل هو قرارك أنت وحدك. عليك التفكير في رغباتك وقدراتك وتجاهل ما يعتقد غيرك. إذا شعرت أنت وشريكك بأن الوقت المناسب قد حان وأنك جاهز لجميع المسؤوليات والصعوبات، إذن لا تتردد. لا داع لأن تشعر بأنه عليك فعل ذلك من أجل شخص ما أو شيء ما. لكل شخص مساره الخاص. إلى جانب ذلك، لا تقلق من أنهم سيكبرون بسرعة. سيكونون في 30 من عمرهم ولا يزالون يقيمون معك في نفس المنزل. إذن ما هو برأيك العامل الأساسي الذي يؤكد بأنك على أتم استعداد لتصبح أبا أو أما؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناء. وإذا أردت مشاهدة المزيد من الفيديوهات مثل هذا، اضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو.